وإلى سيادتكم بعض الإحصائيات المتواجدة داخل المعرض والمؤتمر. عدد المسجلين على منصة المعتمر والمعرض والمؤتمر الإفريقي الأول إلى الآن 35,000، أكثر من 350 شركة محلية وعالمية في مختلف المجالات الطبية، أكثر من 800 متحدث من جميع أنحاء العالم، 280 محاضرة وجلسة علمية، 24 مؤتمر علمي، 20 ورشة عمل، برامج علمية معتمدة للأطباء المتدربين من الدول الإفريقية ومصر، ومنحهم شهادات تدريب معتمدة من كلية الجراحين الملكية بإنجلترا والجمعية الإفريقية للتعليم الطبي المستمر. كما سيتم انعقاد أكبر مؤتمر لأمراض القلب كارديو أليكس بمدينة الإسكندرية في الفترة من 7 إلى 9 يونيو، مكملاً للتخصصات الطبية المقامة في هذا المعرض والمؤتمر. وتتعهد الهيئة المصرية للشراء الموحد بألا تدخر جهداً بالتعاون مع شركائها في إنجاح هذا المنتدى